اليوم ثاني يوم لمؤيد بألمانيا. كنا عم نشارك مؤيد. What do you feel? هاي الفيديو تبعي على البلوج تبعي ولا؟ ايه على البلوج خلص كشي. ما حكيت لنا عن مشاعرك. ايه طيب، المكان نظيف زاد عن اللزوم. ما نتعود عشان نضيف الحمدلله. لك لا، من وين احنا جايين؟ تعال علمك على الطريق الثاني. لا رح حوست جيد لك، عم يدلني على الطريق الصح. هداك الطريق كثير طويل، بياخد معك شي 40 دقيقة. هلا بندلك على طريق ايه الجميل. طريق الغابة؟ طريق الغابة. بس يعني ما بعرف الحظ الجميل عند مؤيد، انه هذا الاسبوع كله حيكون امطار، فكل مشاويرنا حتكون هيك عبارة عن شمسية وجاكيت مطر. مستمر المطر ومستمر المشي. انت شفت اي ساعة طلعنا؟ لا. كان لازم نشوف لحتى نحدد قد ايه اخذ معنا وقت. الشوارع جميلة جدا، بس نحن ما ماشيين على الشارع، لازم نمشي على الرصيف على فكرة. نعم، انها الشماسة السورية. الاول مشوار، اول طلعة من ان سوريا. يا اخطأت؟ تعال شوف الجو حلو بس كتير مطر، يعني اذا بتوقف احلى، انه اذا بيضل الغيمة بيضل هذا الهواء بس واقف المطر لحتى نقدر نمشي. يعني صارم. خلص خلص، عم استعرض مهاراتي السينمائية فرح تنزعي اللحظة تبعي. أكيد إلا مهاراتك الخارقة. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 13 14 15. مانك غبي، مبروك. العصافير كتير جانة، فنحن حاسين انه ناوية تجي عاصفة، لهيك الطيور ما عم تهدى. شو؟ بتحس حالك خلص حتوقع يعني. المفروض حتطفل. يعني ما أجمل الطفولة وما أغبى. يلا معلش. واحد. نحن بهاليوم اجينا بس على هي الحديقة حتى يلعب شوي مؤيد بهدول الألعاب، لأنه متعود يروح على الجيم كل يوم مشان ما يفقد لياقته قبل ما يسجل هون بجيم. كان بدي صوره أساس فيديو حلو هو عم يمشي، بس ما بعرف كيف بيمشي مثل الروبوت لما بيعرف إنه عم يتصور. أول شيء بلشت أروح حلق لبستين وليش متفاجئ؟ جبنا بسكويت خاص، مؤيد طلع له وتوت سليت بس مو مستوى. أيوه هي كده ليش نشتغل كمان؟ Look beyond your own. أول وجبة اسمها عيادي غير سورية. اليوم ثاني يوم ولا ثالث يوم؟ اليوم ثاني صباح. ثاني صباح. هلا اليوم حناخذ مؤيد من الطريق الطويل يلي أنا فرح اضطريت إني أمشي منه أكثر من 3 شهور أو 4 شهور،
بسبب اختي اللي دلتني عليه. بعدين اكتشفت انه في طريق بربع ساعه بكون بيوصلني، حرفيا ربع ساعه يعني. هذا بدش هلا نص ساعه 40 دقيقه، هذا بحدود ال 40 دقيقه. هلا بنشوف. هلا وصلنا على المكتبه بعد ما مشينا بالحاره الطويله. مؤيد، رايك بالطريق المختصر والطريق الطويل؟ الطريق الطويل كان طويل. ما شاء الله اخي ذكي، ابني ذكي. اخذنا مؤيد على قسمه المفضل، قسم المانجا. شين سمان كانت غلط. يعني صاحب المكتبة نفسها في قسم بس كثير صغير، يعني ذاك المساحات كمان كثير صغير، في مكاتب تانية مخصصة كلها للمانجا. ايه ون فيسو ون بيسو ون فيسو. اليوم لحالي، مؤيد مو معي. مؤيد عنده موعد هلا بعد شي ساعة، وانا عندي موعد بالصالون لاش ليفتنج. اخذت لي اياها نورة، اعطتني اياها هدية. مع انه يعني المفروض بعد القعدة مع اولادها تعطيني مركز استجمام كامل. المطر لساته مستمر، حرفيا اليوم ثالث يوم والمطر ما وقف. انا مش ماني حاسه في مشكله. هي انا عم تقول لي وقت شو ما بعرف شو، بس انا ابدا ماني حاسه انه في فرق، بس حاسه انه عيوني عم ينبضوا. هي قالت لي اساسا انه اكيد حتحسي هيك لانه كنا ملزقين يعني الرموش وفجاه فكيناهم، ضلوا شي نص ساعه ملزقين لبين ما حطت المواد، بس اجين ماني حاسه باي فرق. يعني منيح مو انا اللي دافع المصاري، ولا كنت رح ازعل الصراحه. حاسين بفرق؟ انا اليوم منبعد. اليوم اي يوم؟ الرابع. شو اليوم؟ اليوم الرابع. هذا انا حيكون فلوق اسبوعي يعني، اوكي، فمنحدد الايام. اليوم على اساس نحن نطلع نلعب يلعب مؤيد شوي رياضه بهديك الحديقه، بس تاخرنا وطلعنا because of some people. فهلا ما بعرف كيف حنلحق نرجع على البيت ونتحمم ونتمكياج مكياج باربي، لانه مكياج باربي لازم يكون كله بينك، all in pink. هكذا رسمتك قلت له المؤيد هات الشماسي. ايه بعدين طلعت على الطقس عم قلت شو للاربعه على تمطر عم اخذني. الجو بعد 5 دقائق من الامطار. وصلنا هلا على الحديقه، بس لساتني من بعض. بس ما لقينا لانه حديقه تانية، فما لقينا البار اللي بده مؤيد يلعب عليه، في هون العاب بس غير شيء. يلا بدك تروح على هديك امشي، فقررنا نرجع لهديك نفسها. بس الجو حرفيا يعني جوزاء بامتياز. لا تحتاجي في المنظر، لا تقلي اروع منظر بالوجود. اليوم اجينا على النهر مره ثانيه، الجو مختلف تماما، كانه نهر جديد. ما يعني هذاك اليوم كان معتم ومغبر بتحس من العتمة، هلا اللون كثير حلو. معكم علاقة الملابس حصريا، مؤيد قرر يروح ركض. وينه؟ ماني شايفته ليكم. يلا ران 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 اسرع. اكيد صوتي ما حيوصل. وانا الختيارة عم اتمشى تمشاية، ليش لحتى الواحد يركض. معنا حرفيا اقل من ساعة، لازم نكون خالصين كل شيء. قد ايه معنا؟
مقرب كثير الساعة، الساعة هلا 2:30 نحن نطلع من هون 3 الا شوي. او ماي جاد، كله بسبب مؤيد لأن بده يتغدى، لو ما كان بده يتغدى تحتاج الفلوتين تبعي فرح. حرفيا طلعت بشكل غريب بعد ما كان الجو الصبح كله مطر، وهلا 90% لما حنطلع حيكون مطر اصلا حسب التوقعات، بس الواقع لابد منه. ذكرتي حاسة انه كتير صورت فيديوهات، كنت ناوي اعمل فلوج الاسبوع كله مع بعض، يعني مو كل يوم بيومه، بس ما بعرف قد ايه حيطلع طوله. ما كان عنا هالمشاوير الفظيعة، بس صورت يعني لكل يوم كم فيديو، فحاسة حيطلع كتير طويل. ان شاء الله لحق اعمل له مونتاج اليوم. كمان اطلب المباركات لاني جبت ايلاينر واخيرا بعد ما كنت عم نقع الموضوع 20 سنة. كيف بينفتح؟ بفتحه بجد. سلمنا المهمة لمؤيد يفتح لنا اياه لبين ما نحط الاي شادو. حاسة انه حلو، بس كأنه هاي العين شوي اغمق من هاي العين. اخذ منه ناطين معطر طهون موبايلك؟ موبايلك. حط لمعة بيضة ولا لمعة بينك؟ بيضة. ما حبيت النتيجة النهائية، صفر ما حروح. ريلي ما حبيت. ماني عارفانة احط ماسكارا فوق الايش، لا فوق الايش، فوق اللاش ليفتنج ولا لا. مشكلة خايفة انه كونه لسه بس امبارح هو، اني لما ححط ماسكارا وبدي ارجع امحيها حيروح كله، وبنفس الوقت ماني حاسة انه نتيجته يعني تنترك بلا ماسكارا، او لانه بجوز هلا الحجاب اسود هيك عطاني عتمة، موجود اني عصبت فجأة. المهم انه ما عجبني الكارثة الثانية حاليا. انه انا حاطة الاوتفيت ببالي، يعني انه ماني عايزته قبل هالمرة وما طبقته اللبس قبل هالمرة، يعني بخ ولا الايلاينر يلي ما عجبني. الايلاينر جديد بس ولا كأنه مو طبيعي، لازم اروح بدله. لا كأنه بس ولا كأنه على عيوني. ما بعرف اليوم نت ماي داي بالميك اب الصراحة. نسبة الرضا ما زالت متدنية، بس مؤيد قال رضيان على الاوتفيت تبعه مع اساس حدا بيحكي، يعني هاي تام بوي باربي. حاول القط من زوايا مختلفة بلكي يتغير الرضا. Ja, Barbie veränderte alles. Und dann veränderte sie alles nochmal. All diese Frauen sind Barbie. Und Barbie ist all diese Frauen. Girls,